الاستديو التحليلي اللي بدوري اني امسي عليك وامسي على ضيوفك الكرام داخل الاستديو وامسي على الساده مشاهدي القناه الثالثه الرياضيه في هذا اليوم الجميل وفي هذا الطقس الجميل. امانه يعني كنت اقولها حق الاخوان في السابق، جو اهداف، جو مباراه جميله، جو نشوف فيه الروح الرياضيه. يمكن قبل لا ابدا رسالتي هي بس شغله بسيطه، يمكن انتم عارفين يمكن ازاي لابسين اليوم، نشكر الاخوان ايضا في شركه سوكر على تصميم اللي هي صوره حارسنا سمير سعيد، الله يقومه ان شاء الله بالسلامه. هو يمكن الغرض من هذه الصورة ليس لا دعاية إعلامية ولا شيء، هي الشغلة بس مجرد لأي مواطن كويتي أو أي مواطن عربي أو خليجي أو حتى في العالم كله، أنا مجرد ما أشوف هذه الصورة يذكره في الدعاء لا أكثر ولا أقل، الله يقوم إن شاء الله في السلامة بإذن الله، آمين يا رب العالمين. ندش في مباراة اليوم، مباراة مثل ما أنت عارف أخوي خالد لا تتحمل أي خطأ من الفريقين سواء القادسية والكويت في نهاية القسم الثاني. مثل ما انتم عارفين ان هذه المباراه لها طاقم تحكيمي طبعا شيء طبيعي، راح يقودها كل من ناصر العنيزي، راح يكون مع كل من ياسر احمد وعبد الله مراد، وثامر العنيزي هو حكم الرابع. مراقب الاداري لهذه المباراه هو فيصل عبد الرحيم، وسعد سكين هو مقيم الحكام لهذه المباراه. ايضا تشهد مناسبه اخرى بهذه المباراه هو اللاعب المعتزل عبد الله نهار اللي كان لاعب نادي الفيحيل السابق وحاليا لاعب نادي الكويت الحالي. اللاعب المعتزل عبد الله نهار يعطيك الصحه والعافيه ومساك الله بالخير، سامحني يمكن شوي طولت في مقدمتي، لكن في يعني لابد ان يكون هناك واجب في لاعبنا سمير سعيدنا الله يقومه ان شاء الله في السلامه، لابد لك كلمه للجماهير الكويتاويه او كلمه وداعيه تلقيها لجماهير الكويت. اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ثانيا يعني انا ادعو ان الله سبحانه وتعالى يقوم اخوي سمير بالشفاء يعني، وغير ذلك ان احب انوه وايضا اعتذر للجماهير ان كان في مهرجان الاعتزال وكان في بعض الامور اللي هي قبل الاعتزال راح تكون، لكن كلها الغيت بسبب يعني ما بدر او ما حصل لاخوي سمير واللي نتمنى له يقوم بالشفاء، وهذا اقل واجب يعني احنا نقدمه. وايضا كنت يعني الامانه يعني انا لولا ارتباطي في عقود ومع شركات معينه كان الغيت ايضا الاعتزال، لكن اللي قدرت اسويه كله اني يعني الغي جميع الحفلات وجميع الاشياء ترتب اللي هي قبل الاعتزال اللي باستطعت اني الغيها، قدرت اني الغيها وخليت ارتباطاتك مع الشركات هي اللي خلتك تصر على الاعتزال اليوم. خلتني اصر على الاعتزال فقط، واللي انت الحين راح تشوف الاعتزال راح يكون مجرد سلام ولا اكثر ولا اقل، وهذا يعني وقفه لي يعني احنا في حاله يعني اعتبر يعني في حاله عزاء يعني اخونا سمير تعبان وكذا، والمباراه لابد منها انها تقام، انا لولا العقود اللي مع الشركات انا اجلت الاعتزال، هذا اقل شيء انا اقدمه لاخوي سمير اللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يشافي. كلمتك عبد الله نهار في وداع الجمهور الكويتاوي خاصة وجماهير الكويت عامة. والله شوف الحقيقة يعني مهما قلت ما نوفي حق جماهير الكويت. جماهير الكويت ساندتنا في نادي الكويت، ساندتنا مع المنتخب الوطني. يعني أنا أقول لهم أنكم كفيتوا ووفيتوا في دعمكم اللامحدود، دعمتونا وإحنا داخل الملعب، دعمتونا وإحنا برا الملعب، والآن يعني نطلب حضوركم ونشوف الحضور ما شاء الله كل ماله بزود، والمباراة تستاهل يعني الحضور يعني بكونها يعني مباراة تعتبر فاصلة يعني نهاية الدوري. فأنا أقول لجميع الجماهير سواء اللي يسمعنا أو اللي يشوفنا بالتلفزيون أو اللي موجود هنا، سامحونا إذا بدر منا قصور أو إذا بدر منا أي شيء، نتمنى أن نكون قدمنا مسيرة يعني خلت من أي أمور تسيء لي شخصيا أو لأي شخص من الجماهير. أقول لك كلمة بداية المباراة؟ راح تكون كلمة لأخوي بداح السهلي، راح يكون فيها دعاء إلى شو اسمه اللاعب سمير سعيد، تكون فيها كلمة شكر اللي اختصرناها احنا اللي هو الموضوع اللي كان مقدم البداية والاحتفالات اللي أجلناها خليناها كلمة شكر فقط لا غير. يعطيك الصحة والعافية وعسى الله يوفقك إن شاء الله في حياتك أيضا العملية. أجمعين إن شاء الله مشكورين، جزاكم الله خير. كل الشكر للاعب المعتزل عبد الله نهار على كلمته الختامية ألقاها للجماهير الكويتاوية خاصة والجماهير الكويتية والخليجية بشكل عام. طبعا هذه الرسالة كانت مخصصة للاعب المعتزل عبد الله نهار. خالد يمكن خمس دقائق وراح ارجع مرة ثانية على الملعب، راح اقاطع ضيوفك طبعا بالخير ان شاء الله، لان ادخل فيها الامور الفنية لهذه المباراة وتصاريح اللاعبين قبل المباراة او الاداريين، بعد ما ارجع لك الى الاستديو.